اهداف بقى النهارده احمد الشيخ وياسين عاطف. احمد الشيخ اللي فك اللقاء النهارده وافتتح الاحتفاليه والعيديه وقدم لنا العيديه، شيخ مليون مبروك يا شيخ، وهدف مميز. في بدايه المباراه كان في اصابه، انت اتحملت على نفسك وكلنا شايفين انت اتحملت على نفسك، انت واحد من اللعيبه الرجاله اللي عارف قميص النادي الاهلي وعارف قيمه قميص النادي الاهلي. مليون مبروك على البطوله ومليون مبروك على الهدف النهارده يا شيخ. الله يبارك فيك. والله انا الحمد لله الدوري ما كانش سهل السنه دي، بس احنا على طول كل سنه الدوري بتاعنا، والنهارده الماتش ما كانش سهل، وزي ما قلت كده اتصبت في اول الماتش، بس تعليمات كابتن شوقي وتعليمات كابتن اسامه وتعليمات كابتن ايهاب اللي انا كنت المفروض اكمل والمفروض العب كويس، وكانوا برده مش بيخلوني اعمل حمل كبير على رجلي، فكنت قدرت اكمل الماتش. احمد الشيخ في اي مكان انا موجود، اوقات بنحتاجك، باك رايت موجود، صانع العاب بتبقى موجود، مهاجم موجود، جناح موجود، اعتقد كلها من الامور المميزه جدا في اللعيب اللي يلبس قميص النادي الاهلي انه يلعب في اكتر من مركز. انا الحمد لله بلعب في اكتر من، يعني بلعب في كل المراكز يعتبر، بس ده بسبب التعليمات برده اللي كابتن بتديهاني والمعلومات اللي انا خدتها برده في التمارين، ما بتمرنش على حته واحده بس، اللي هو مش بلعب هاف بس فاتمرن على هاف بس، لا بتمرن على كل حته في الملعب. بابا جاي من السعوديه عشان يتفرج على المباراه وموجود معاك، ماما ماسكه السبحه طول الماتش عماله تدعي، اعتقد هم لهم دور كبير جدا معاك يا شيخ، يعني في التدريب في المباراه دايما موجودين. طبعا دعواتهم الحمد لله على طول جايبه نتيجه، ومامتي تعبت معايا قوي وبابايا تعب معايا قوي، بس الحمد لله جاب نتيجه الحمد لله. اشكرك يا شيخ. كابتن اسامه ده كان